السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخوات فاضلات، معكم وسام صادق. وصلنا إلى المحاضرة الثامنة من كورس الإنجليش Language Skills Level 1، ووصلنا ما زلنا أيضا يعني في الحديث عن القواعد الجرامر، ووصلنا إلى ما يسمى بال Comparing Adjectives اللي هي صفات المقارنة. وصلنا طبعا ما بدينا الحديث عنها بالمحاضرة الفاتت. عادة من نريد نقارن أنه نقول فلان أطول من فلان، فلان أقصر من فلان، فلان أقوى من فلان، أقوى من، أقصر من، أذكى من، هذه الصفات يعني مقارنة بين شيئين، أو فلان الأقوى، فلان الأذكى، فلان الأكبر إلى آخره، هذه بين عدة أشخاص يعني، أما من أو الأكثر أو الأكبر. فهنا إذا أريد نقارن بين شخصين أو شيئين نستخدم نفس الصفات اللي نعرفهم بس نضيف لهم ER بالنهاية. بين شخصين أو شيئين، يعني this tree is taller than that tree، هذه الشجرة أطول من تلك الشجرة. This boy is smarter than that boy. Smarter, smart, ER ضفنا له than. Smarter than. Okay. Ali is older than Ahmed. Ali old يعني old قديم. بس ال old من تجي كصفة وصف يصير أكبر. يعني أكبر بالعمر. Ali is older than Ahmed. My car is faster than yours. سيارتي أسرع من سيارتك. فالصفات اللي يعني بصورة عامة نضيف لها ER يعني على مود تكون للمقارنة، فلان أكبر من فلان، فلان أسرع من فلان وهكذا. إذا كانت الصفة أصلاً هي تنتهي بس الحرف E نضيف فقط R، يعني مثل safe يصير safer، simpler اللي هي فقط R، safer than يعني أأمن من، safe أمين آمن، safer than أأمن من، simple بسيط، simpler than أبسط من. إذا انتهت الصفة طبعاً بالحرف Y نقلب ال Y إلى I ونضيف ER، فالeasy اللي تنتهي بال Y يصير easier، IER easier than أسهل من. heavy اللي هي أيضا تنتهي بالواي يصير heavier أثقل من. heavier than أثقل من. أيضا بعض الأحيان نلاحظ أن هناك أهمية يعني كلمة the التي تسبق يعني التي تسبق صفة المقارنة، ويلاحظ الـ EST في هذه المرة. heavier than بين شيئين، heaviest يعني الأثقل. إذا أردت أقول مثلاً علي is taller than أحمد، بس أقدر إذا أردت أقول أنه علي هو الأطول، علي is the tallest، the tallest يعني الأطول. okay. This tree is taller than that tree. This tree is the tallest، يعني هذه الشجرة هي الأطول. فهذه يعني كأنه مو مقارنة وإنما تفضيل، يعني شيء هو أكبر من كل الأشياء الأخرى. فهنا راح تكون قبل هذا وبنهايتها EST. Everest، هذا جبل Everest is the highest mountain. Everest هو الجبل الأعلى، أطول من أطول جبل يعني. This is the biggest building in Riyadh. This is the biggest. طبعا هنا الجي ضعفناها ليش؟ لأنه البيج تنتهي بحرف صحيح قبل حرف إلا واحد، فنضاعف الحرف الحرف. نفس الشيء بالنسبة لـ ING أيضا، يعني الكلمة التي تنتهي بحرف صحيح وقبل حرف إلا واحد من نضيف لها ING يضاعف الحرف الأخير، حرف صحيح الأخير. فهنا أيضا this is the biggest building in Riyadh. إذا أكيد إذا انتهت الصفة بالحرف E بعد ما راح نضيف لها E وإنما فقط نضيف لها SD، يعني the safe the safest EST، يعني هي تنتهي بالE نضيف لها فقط SD. إذا انتهت الصفة بالواي نقلب الواي إلى I ونضيف EST. Easy easier أو easiest. أيضا الواي صارت I وضفنا EST. Easiest الأسهل يعني أسهل شيء. الصفات هسه ذنش لحد الآن اللي كنا نحكي عنها هي الصفات التي تتكون من one syllable، يعني مقطع صوتي واحد. Safe, tall, big. أوكي مقطع صوتي واحد. بس مثلا من أقول beautiful. Beautiful three syllables يعني ثلاث مقاطع صوتية. Difficult ثلاثة. Dangerous ثلاثة. Important
ثلاثه، فهذني شنو عده مقاطع صوتيه، هذني ما تحتاج يعني ما تقدر تذكرها اي ار واي اس نهايتها، وانما تضيف قبلها يعني ال شو اسمه يعني المور مور ذان. اوكي فهنا طبعا هذه ما راح تقبل اي ار والاي اس تي. من امثلتها طبعا الديفيكولت صعب، كوركت صحيح، فلوينت فصيح. فلوينت يعني لبق، يعني يقول هذا هي از سبيكينج انجلش فلوينتلي، يعني يتكلم بطلاقه او بفصاحه. بيوتيفول جميل، دينجرس خطر، امبورتنت مهم. هذه الحاله ما راح نضيف الاي ار والاي اس تي، وانما نضيف المور بالبدايه، مور او موست. جده از مور بيوتيفول دان رياض، مدينه جده is more beautiful than more beautiful than اجمل او احلى من مدينه الرياض. French is more difficult than French، هذا الفاعل اللي هي اللغه الفرنسيه، is الفعل المساعد. more difficult than يعني اصعب من اللغه الانجليزيه. ايضا طبعا هنا اذا كانت اذا تريد تقول بانه فتشي هو الاكبر هو الاقوى هو الاجمل، فهنا تستخدم the most يعني الأكثر. في حالة المقارنة بين أكثر من شيئين تسبق هذه الصفات كلمة the most. أيضا يا صفات، الصفات التي تتكون من أكثر من مقطع صوتي واحد، more than one syllable. أمل is the most beautiful girl in her class، أمل هي الفتاة الأجمل في صفها. This is the most important subject in this book، هذا أو هذه أهم مادة أو موضوع في الكتاب. This is the most important. This is the most dangerous mountain in this country. هذا هو الجبل الأخطر في هذا البلد يعني. وهكذا بالنسبة لبقية الصفات. الأكثر. The most beautiful الأكثر جمالا. The most important الأكثر أهمية. More أكثر من. More than. The most الأكثر يعني. فهنا يعني ما بين شيئين او ما بين عده اشياء، المور والموست. ايضا طبعا هنا اكو بيهن حاله شاذه، يعني مثلا الجود ما راح نقول جودر، حتى وان كانت هي يعني وان سيلبل ما راح نقول جودر، وانما نقول بتر. المقارنه بين شيئين، this chair is better than that chair. اذا اريد نقارن بين عده اشياء نقول this is the best، يعني هذا هو الافضل. البات ايضا تجي worse بالمقارنه بين شيئين، this situation is worse than that situation، يعني هذا الموقف أسوأ من ذاك الموقف. بس لا إذا فتشي هو الأسوأ، يعني this situation is the worst، يعني هذا الموقف هو الأسوأ. المني والماتش أيضا ما بهم لا ماكو لا ER ولا EST ولا more ولا most. راح تقول المني والماتش يعني صفة المقارنات المور. I have more books than you، يعني اثنين بيناتهم conversation، انا راح اقول لك I have many books. I have many books. انت شو راح تقول لي؟ ما راح تقول لي I have many year. I have more books than you. انا اقول لك انا عندي وايد كتب، انت تقول لا انا عندي اكثر من عندك. اوكي؟ I have more books than you. نفس الشيء بالنسبة للماتش. This cup has much ما تقدر تقول much. I saw همين هم تجي a lot of، يعني الماتش همين يصير more. المقارنة بين عدة أشياء the most، يعني أنا وياك اثنين سولف I have many books تقول لي I have more، هو منك مباشرة يدخل يقول I have the most number of books. أوكي يعني أنا عندي أكبر عدد من الكتب، يعني معناته هو أكبر من عدد الكتب اللي عنده أكبر من اللي عنده اثنين عدد. little قليل يعني less أقل، وذا ليست يعني الأقل، فار بعيد، فاردر أبعد، ذا فاردست الأبعد. عادل is better than his brother at school، عادل أفضل من أخوه في المدرسة. The girl is the worst one in her class، this girl هذه الفتاة هي الأسوأ أو أسوأ واحدة في صفها. أوكي شباب الأونلاين لحد الآن ويانا إن شاء الله صوت وصورة تمام كله. تمام ويانا يعني ان شاء الله شباب موجودين صوت صورة طمنون عليكم مفجرين عديم ميتين
تمام دكتور، تمام 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 اوكي، شكرا جزيلا. زين هنا هسه هم يعني اذا اريد نسولف على شيئين نقارن بيناتهم، مشابهات تمام الشبهات، as good as bad as، يعني this chair is as good as that chair، يعني هذا الكرسي زين مثل ذاك الكرسي، هذا الكرسي جيد مثل ذاك الكرسي، I can swim as good as you، أنا أستطيع ها نشوف نجرب إن شاء الله الصيف الجاي، okay I can swim as good as you، يعني أنا أقدر أسبح مثلك، يعني جيدا مثلك مثلا، I can run as fast as you. اوكي. شباب الاونلاين وين ان شاء الله؟ هم سجلوا ما قاعد يستلمون الفيدباك. اي فعلي is as tall as his brother. يعني علي طويل مثل اخوه. This bag is as big as my bag. هذه الحقيبه كبيره، كبر حقيبتي يعني. Not as much as، يعني هذه العكس. هذه إذا تريد أنه عدم وجود مساواة بالموضوع. علي is not as tall as his brother. علي مو طويل مثل أخوه. معناته هو شنو؟ معناته أخوه أطول. أي يعني دائما تسلكوا مقارنات. أي. This bag is not as big as my bag. هذه الحقيبة مو بكبر حقيبتي. حقيبتي أكبر. أوكي؟ يعني هذه الحقيبة هي كبيرة بس مو بقدر الحقيبة مالتي. Not as good as. Not as big as. موبايل مثلا اكبر من الموبايل بالطرق اللي حكيناها قبل شوي، سيفر بيتر فاستر سمارتر الاي ار والاي اس تي تغني عن هاي السؤال، بس اذا اردت انا بالضبط، يعني انا ما اريد افضل شيء على شيء ثاني، اريد اقول لك اثنيناتهم مساويين، لو اثنيناتهم ما مساويين ذا سيم، اي ذس باج اند ماي باج ار ذا سيم، ار ذا سيم سايز، اثنيناتهم نفس الحجم، بس نرى شنو مثلا تلاحظ انه قاعد نسولف على مساواه وعدم مساواه، تحس انه السالفه بها little kind of polite، يعني شيء لطيف او مؤدب، بدل ما انه اقول انا I am the smartest in this class، يعني انا الاذكى في هذا الصف، لا تجي تقول I think I am as smart as everyone else، اعتقد انه انا ذكي مثل حالي حال البقيه كلهم، يعني اكو مساواه تواضع بالموضوع مو؟ وهنا هم في حاله عدم، يعني من حتى من نسولف على عدم المساواه ما قاعد نسوي تفضيل، يعني قاعد نقول اوكي ما مساوي بس ما حد يبني على احسن، ممكن تكون هاي not as big as this one، اوكي okay؟ فهذا هو ممكن يكون هو يعني الاستخدام الامثل له، الظروف او الاحوال الادفيربس هذه طبعا هي دائما فشيء فكلمه تصف اما حال او زمان او مكان، يعني دائما يكون عندنا ظروف حال، ظروف ظرف يوصف وضع معين او ظرف زمان او ظرف مكان، ظروف الحال عاده يعني اغلب الظروف طبعا تنتهي بالعباره ال واي، يعني باضافه ال واي الى الادجكتيف، يعني الادجكتيف اللي هي الصفه اغلب الاحيان من نضيف لها ال واي تتحول الى ظرف، معظم الظروف تاتي من اضافه ال واي الى صفات، نايس نايسلي، نايس يعني لطيف، نايسلي بلطف، slow بطيء، slowly ببطء، careful حذر، carefully بحذر، happy سعيد، happily بسعادة يعني أو بفرح، happily I am happily I am happily announcing that my brother finished his PhD، أنا أعلن بفرح أو بسعادة أن أخي أكمل دراسة الدكتوراه مثلاً الخاصة به، I am happily announcing مثلاً. هناك عدة أنواع من الظروف طبعاً مثل ما ذكرنا، الظروف الدالة على السلوك أو الحال التي تعبر عن كيفية وقوع حدث معين اللي هي الادفيربس أوف مانر، طريقة ظرف وصف طريقة أو شغلة معينة، express how an action was done، تعبر عن أنه حدث ما كيف حصل، كيف حصل هذا الحدث، يعني مثلاً I closed the window carefully، أنا أغلقت النافذة بحذر، يعني هتشكات توصف طريقة إغلاق النافذة بحذر. The soldiers fought bravely. الجنود قاتلوا بشجاعة.
بشجاعه، اوكي؟ فانا قاعد اوصف طريقه قتالهم، يعني هم قاتلوا، بس شنو كان قتالهم؟ شنو شلون اقدر اوصفه؟ اوصفه ب يعني هذا الظرف. الادفيربس اوف تايم ايضا ظروف الزمان اكسبريس ذا تايم وين ان اكشن از اور واز دان، تعبر عن الزمن الذي حصل فيه الحدث، حصل يعني يحصل او حصل في الماضي. الظروف التي تعبر عن كيفيه حدوث زمن او كيفيه زمن حدوث الفعل. ف اي ام جوينج تو ليف فور كايرو تومورو، انا سوف اغادر الى القاهره غدا. فهنا يعني ظرف الزمان في وقت غدا. What's going to happen next؟ ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ يعني اوكي احنا سوينا شيء معين. What is going to happen next؟ ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ فهنا ايضا قاعد نسولف احنا على الزمن المستقبل، شنو اللي راح يصير بعد؟ Adverbs of place اللي هي ظروف المكان express when an action is done، تحصل يعني تعبر عن وين. Actually not when. هذه وين؟ هذه وين؟ time when. هذه لازم تكون where. هذه قاعدة تعبر عن express where. أي. where. فهذه يعني أيضا الملف اللي دزينا لكم إياه حاولوا أن تصححونه على هذا الأساس. فهذه يعني ظروف المكان هي وشغلتها تصف المكان الذي يحصل فيه حدث معين. ويا يعني شباب الاونلاين شفتوا هذا الشيء اللي عدلناه؟ هذا ايضا راح يكون ان شاء الله موجود يعني بالتسجيل الفيديو. فهذا ايضا يعبر عن المكان وقوع الحدث. I shall stand here، انا ساقف هنا يعني بهذا المكان. I've looked everywhere for my lost pen. Where نعم كتعبير is done. إيه. شلون تفعل؟ was done تقصد؟ is done تعبر عن ال يعني المضارع. was done يعني تم أو حصل في الماضي. is done. ها قصدك إنه حسب قواعدنا السابقة. express the action. Where an action is done. Is or was. Is or was. يعني هي قاعد يعبر عن الحاضر أو الماضي. عن الزمن لأنه هنا قاعد شو يسوي يسولف عن الزمن. أما المكان فهو يعني هم أنت راح تشوف أنه هنا I shall stand here. أنا سأقف هنا. Sit. أقف هنا. مستقبل. I've been looking everywhere for my pen. أنا I have been looked I've been أو لا هي I've looked يعني شنو هذا؟ مضارع تام فمختلف الأزمنة يعني ما لها علاقة بالزمان. هنا هي شغلتها عن تسولف عن المكان. فالتركيز هنا على الـ place مو على الـ time. الـ tenses كلهم كانت شغلتهم time. الأزمنة هي شو اسمه هو tense يعني زمن. شغلتها هي فقط على الخط الزمني ماضي مضارع ومستقبل. هنا راح نقعد نسولف عن المكان بغض النظر عن الداله الزمنيه يعني في اي جمله ممكن تجي. نعم. وانا اتوقع هذا هو اللي دخلنا وين ما كان لا الانجليزي كله لا لا ها وات ار يو تراينج تو اكسبرس، شنو اللي تحاول تعبر عنه؟ تعبر عن حدث معين يكون نقطه التركيز مالته هي الزمن. لو انت قاعد تعبر عن فد شغله يعني مشكلتك بها هي المكان. يعني دكتور اي شيء خارج الزمان انا ما فهمت انت شنو معناته. نعم نعم. Some words طبعا that end in ly can both be adjectives or adverbs. Most of them refer to time. اغلب الكلمات التي تنتهي ب ly ممكن تكون ظرف ممكن تكون صفه. طبعا اغلبها هنا راح تكون تعبر عن الزمن. هنا انت شلون راح تعرف ياهم انهم ظرف وصفه؟ based on the context من سياق الكلام. سياق الكلام نعم ممكن تقول عليها هي صفه او ظرف. هذه قاعد تصف شيء معين لو قاعد تصف ظرف الزمان او المكان او الحال. اوكي بعض الكلمات هذه هو قايل لك اياها مثلا الويكلي الديلي المونثلي اليرلي. وهنا بعطيك فد امثله كلش حلوه. هاي خلك يعني نفس الكلمه مره صفه مره ظرف في نفس الجمله. A daily newspaper is published daily.
الجريدة اليومية تنشر يوميا. الجريدة اليومية تنشر يوميا، الأولى صفر والثانية ظرف. ليش؟ يعني أنا إيش قلت أنا؟ هذيلي نيوز بيبر، هسا هاي خطها واحدة، أعزلها. الجريدة اليومية مو is published daily، تنشر أو تطبع يوميا. هسا هاي الثانية صارت ظرف زمان قاعد يعبر عن تكرار الزمني مو؟ إيه. We get up early to catch an early train. نحن نستيقظ مبكرا. بس هذا قاعد يسوي، قاعد يصف وضع الاستيقاظ مالته. To catch up an early train، لكي نلحق بالقطار المبكر. هاي اسمها صفر. اوكي؟ فممكن هي نفس الكلمة تجي على شكل صفة او ظرف، يعتمد على الكونتكست. Published يعني published يعني تنشر او تطبع. زين احنا صار زمان صحيح؟ اي نعم نعم. لا لا عشيدك يعني ممتاز. زين قبل زمان دكتور الاز شلون في الوي ها اس هذا يسمونه مبني المجهول باسف تنس بعد ما درسين ان شاء الله يعني راح نسولف عليه ان شاء الله بعدين اللي هو نفس الفعل الطبيعي مالتنا والوراثه التصريف ثالث فهذا مبني المجهول يعني اس ببلشد لانه هو حاليا الببلشر ما مذكور فهنا نحن حولنا يعني حذفنا الفاعل وحولنا المفعول به الى فاعل وكملنا الجمله. هذا شو سولف عليه ان شاء الله المبني المجهول ان شاء الله. بعد عندك الادفيربس اوف فريكوانسي اللي هن ظروف التكرار الداله على التكرار اللي تخبرنا عن عدد مرات حصول شيء معين. اولويز دائما يوجوالي عاده سيلدم نادرا نيفر ابدا اوفن غالبا سم تايمز احيانا رارلي او ريرلي نادر جدا يعني واوكيجنالي يعني احيانا او من حين لاخر. هذا ايضا تعتبر ظروف داله على فقط عدد مرات التكرار لحدث معين. طبعا ياتي ظرف التكرار بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي. ظرف التكرار هذا ظروف التكرار تاتي بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي. يعني اذا الجمله بها فقط فعل مساعد هاي تجي واضحه. علي is always on time. علي دائما ياتي في وقت محدد. is on time. on time يعني شنو؟ يعني he is sharp in time. يعني دائما ياتي في وقت المناسب. ها اكو افعال اخرى يقول لك انه تاتي قبل الفعل الرئيسي، الفعل العادي او الفعل الرئيسي يعني. علي sometimes read a book. حتى البدايه نعم sometimes إيه. علي sometimes reads a book. علي بعض الأحيان يقرأ كتاب. دكتور هذا اللي الظروف اللي حضرتك تفضل فيها من المضارع القصير اللي هن تدل على التكرار. نعم اي بس هذا إز يعني هو فقط جرار اي وهذا ريدز أيضا هو عبارة عن مضارع بسيط. ريدز علي ريدز أبوك. اي لا والله سمتايم حاجة اي الجمل adverbial clause of time الجمل الظرفيه الداله على الوقت. ايضا طبعا هنا اكو عندك جمل هي عباره عن ممكن تكون عباره واحده تربط لك جملتين لتدل على حصول شيء معين حدث رئيسي مع حدث ثانوي او حدث رئيسي مع حدث فرعي او يعني بالنهايه هنا شغلتها ربط شغلتين يعني فاعل يقوم بفعل معين وفاعل ثاني يقوم بفعل اخر وهذول الاثنين يربطهم سويا من ناحيه الزمن، هذا قبل هذا، هذا وياه، هذا بنفس الوقت الى اخره. فهنا هذني الكونجكشنز يسمون ادوات الربط اللي ايضا ترجعنا على واحد من الاسئله بالهوم ورك الاول انه الكونجكشنز تربط شنو؟ تربط اسماء يعني ناونز وتربط سنتنسز ايضا تربط يعني جمل. من ضمنهن الوين عندما ونفر يعني ونفر يعني في اي وقت يعني as ايضا يعني طبعا as بها الكثير من المعاني حسب المكان مالتها كيف نعم نعم as soon as حالما while طالما after بعد before قبل اغلب الاحيان هاي تسمي ان شاء الله فتح يجوز تفيدكم يعني من كنا بالابتدائيه كان عندنا معلم انجليزي قال انتم اصبعتكم صغار يعني خامس ابتدائي او سادس ابتدائي راح تكبرون وراح تبون تغلطون بالافتر والبيفور ما تعرفون ياهم عندكم بعد ياهم عندكم قبل فش سوى؟ قوم واحد من عندنا وقفه بنص الشعبه وظل يفر بي افتر بعد افتر بعد افتر بعد
يعني افتر بعد افتر بعد شايف الربط بيناتهم؟ خلاه يفتر قدامنا يفتر قدامنا قال هاي بعد ما راح تشوف الامر كله وفعلا كل ما تجي بالي افتر بعد افتر بعد اتذكر هذا الولد اللي كان يقول امي فهمين افتر بعد هاي يعني تفيدكم يعني نعم until حتى وقت معين since منذ these words conjunctions link the adverbial clause of time with the main sentence يعني تربط لك الجمله الظرفيه الداله على الوقت مع الجمله الرئيسيه ادوات الربط هذه تربط الجمله الظرفيه الداله على الوقت مع الجمله الرئيسيه I found a watch انا وجدت ساعه يدويه طبعا تعرفون الفرق بين الواتش والكلوك الواتش اللي هي ساعه يدويه الكلوك اللي هي ساعه الجدار يعني فانا لقيت ساعه يدويه يعني. I was walking in the street انا كنت امشي في الشارع فصار الحدثين يعني فبس واحد بيتن صار اثناء حصول الحدث الثاني اذا ارجع اربط البطن سويه ما قايل لي هو مثلا ياه قبل الثاني او كذا قاعد يسوي كانه يعني انا لقيت ساعه من كنت قاعد امشي يعني من تريد البطن تقول I found a watch while I was walking in the street انا وجدت ساعه بينما كنت امشي في الشارع يعني نفس الشيء ماكو مشكله الوير والورفر هذه تدل على المكان هذه الوين وينفر زمان وير ورفر للمكان ايضا هذه عباره عن the words conjunctions link the adverbial clause of place with the main sentence تربط لك شوف الجمله الظرفيه الداله على المكان مع الجمله الرئيسيه wherever he goes his brother follows him اينما يذهب اينما هو يذهب اخوه يتبعه اوكي يعني وين ما يروح اخوه يتبعه وهنا نلاحظ بانه wherever he goes هاي انتهت الجمله خلينا فارزه وجت الجمله اللي بعدها على مود تبين انه اكو عندك جملتين مرتبطات وشنو اداه الربط هنا هي wherever النسخه اعتقد اني دزيت لكم اياها ما كانت اكو بها الفارزه انا ضفتها الconjunctions ايضا عندك because والsince والas هذه سببيه يعني اكو شيء صار بسبب شيء ثاني حدث معين حصل بسبب حصول حدث معين اخر the words conjunctions link the adverbial clause of sentence with the main sentence هذه شغلتها ايضا تربط الجمل الظرفيه الداله على السبب مع الجمله الرئيسيه I stayed at home yesterday because it was raining. أنا بقيت بالبيت البارحة لأنه كانت تمطر وسبحان الله صار فعلا يعني هذا الشيء صحيح البارحة كانت تمطر وظلينا قاعدين بالبيت. فـ I stayed at home yesterday because it was raining. الجملة الظرفية الدالة على السلوك اللي هي behavior أيضا عندك الـ as والـ as if و as though. هذه أيضا شغلتها تربط الجملة الظرفية الدالة على السلوك مع الجملة الرئيسية. دائما ياتي بعد الاز اف ماضي غير حقيقي الاز اف وكانه از اف ترجمتها وكانه فدائما تعبر عن شيء هو ما موجود مو حقيقي فدائما تجي وراها افعال غير حقيقيه او ماضي غير حقيقي الماضي غير حقيقي هنا شنو ميزته ميزته انه يستخدم الوير بدال الوز بنشوف اي وير اي ويش اي وير in your shoes مثلا ها لا من تقول اي من تلقى اي وراها وير معناته هو قاعد يسولف على امنيه فالشيء لم يتحقق اوكي يلا تخطاها اي الوير اذا تلقاها وير الاي معناته هذا قاعد يسولف على امنيه على شيء غير حقيقي وكذلك الشل اذا تجي بدال الول تذكرون قبل كم يوم قلنا لكم انه الشل حاليا قل استخدامه بشكل كبير جدا لانه تستخدم للامنيات الغير متحققه او بعيده التحقق بعيده المنال المستقبل الذي لا اتوقع حصوله في المستقبل فهنا ايضا قال لك he speaks as if he were a king he were شوف هنا he were ها يتكلم وكانه هو ملك بس هو مو ملك يعني هنا كانه هو فشيء خيالي غير حقيقي شو تقدر تعرفه من ال as if ومن ال he were هي ال he لازم ناخذ was ليش اخذت ال were لانه هو فشيء خيالي غير حقيقي اي فهاي ايضا لازم تنتبه عليها it looks as if it would rain الدنيا شكلها تريد تمطر بس هي ما تمطر it looks as if it would rain كانها تمطر بس هي ما تمطر يعني would rain ستمطر
او ممكن ان تمطر. بس هنا ايضا يعني استخدمنا الود بدل الود لانه ماضي غير حقيقي وانه مجرد توقع. انا عندي شغل نفس اي نعم توقع توقع غير محتمل الحصول. قاعد نتوقع في شيء بس ما اتوقع يصير. لا هي مو ماضي هنا هذا قاعد يسولف عن المستقبل. It looks as if it would rain. اي هاي هسه متعدلة. الود بدلا من الول وهو توقع مستقبلي غير حقيقي وهو توقع مستقبلي غير حقيقي. ويا انا شباب اونلاين ها صار ها صدقت خير ان شاء الله. اوكي اذا ماكو اونلاين جيد نكمل. فبعد عندك هنا عندك الجمل الظرفيه الداله على الغرض adverbial clause of purpose اللي هي ادوات نستخدم ادوات ربط وياها اللي هي that so that in order that. هذني حصول شيء معين so something else will happen. حصول شيء معين يؤدي الى حصول شيء اخر او انه انا سويت فشيء بسبب او لانه الغرض يعني قاعد ادور على البيربس الهدف من عمل شيء معين هو كذا. I woke up early so that I can go to school. أنا مود أروح للمدرسة. These words conjunctions link the adverbial clause of purpose with the main sentence. شغلة تربط الجملة الرئيسية مع الجملة الظرفية الدالة على الغرض. We use many زائد infinitive when the main verb is in the present or future. نستخدم دائما may كلمة may زائد infinitive اللي هو المصدر مصدر مجرد عندما يكون الفعل الرئيسي هو يعني مضارع أو مستقبل. He works hard. He wishes to succeed. يعني هو يعمل جاهدا لأنه يتمنى أن ينجح. يعني واحدة معتين هي غلط الثانية. He works hard so that أو in order that he may succeed. نفس الشيء. So that أو in order that. أيضاً هنا نستخدم المايت إذا كنا نسولف على الماضي. هناك كنا may نأخذ المايت. He was walking quickly. He was walking quickly. كان يمشي بشكل سريع. In order that he might not be late. من أجل أن لا يكون متأخر. الغرض من عندك الهدف اي بالضبط يعني قاعد اسولف يعني مايت هناك كنا نقول ماي هنا راح نقول مايت هناك كانت ماي هنا كانت راح يصير عندنا مايت. هنا ايضا جمل ظرفيه داله على النتيجه يعني ايضا يعني الجمله الرئيسيه تؤدي الى نتيجه معينه ريزلت. هنا راح ايضا نستخدم تو لينك ذا مين سنتنس وذ ذا adverbial clause of result. So زائد an adjective or an adverb that أو such زائد النون that. هسه راح نشوف هذني شلون يتركبون. طبعا انا ما انصح انه هذين تحفظوهم على شكل معادلات. اتذكر دائما مثال واحده من هذين الجمل اتذكرها ببالك فالجمله بسيطه جدا اتذكرها على مود اعتبرها يعني هي هذا البلوك فقط بدل الكلمات او الافعال اللي موجوده في داخله من تريد تستخدمها بالمستقبل. يعني the man is so weak that he can't walk. الرجل ضعيف جدا بحيث انه لا يستطيع المشي. The man is so weak. الرجل ضعيف جدا so weak that يعني الى درجه انه he can't walk. The man is so weak that he can't walk. The student walked so slowly that he reached school late. الطالب مشى بطيء جدا الى درجه انه هو وصل الى المدرسه متاخر. اوكي فالجزء الاول هو الجمله الرئيسيه ادت الى نتيجه اللي تيجي وراها so that so that he reached or arrived كانت صحيحه اي reached ها arrive عاده تجي بمعنى بوزيتيف يعني معنى ايجابي. I arrived early. بس reached يعني معناتها شلون
بالضبط اي يعني كانه شايف شلون واحد جاي يزحف ريشتت هاردلي يعني انا وصلت الى فد شيء وصلت اليه بصعوبه فالريتش دائما يعني تجي بمعنى سلبي. He wrote such good answers that he got the marks. هو كتب اجابات جيده جدا such good answers. Such good answers يعني اجابات ممتازه شلون اجابه زينه. That he got the marks بحيث انه حصل الدرجات. حصل درجات مال هذا السؤال مثلا. It was such a good performance that everybody applauded. كان اداء جيد الى درجه انه كل واحد كان يصفق. Applauded. Applaud يعني يشجع او يعني شو يسمي يهتف. Applaud يهتف. اي. الاداء كان جيد جدا الى درجه انه الكل كانوا يهتفون يعني مشجعين او فرحانين بهذا الشيء. جمل ظرفيه تدل على التناقض. طبعا هذين الجمل يعني تلاحظ انه هذين هاي ربط العبارات مع بعضهم البعض الاخر. هذين كلهن تنطبق عليهن انه هن جمل مركبه او جمل معقده. يعني complex sentences اللي سولفنا عنه بالبداية وسولفنا بالبداية قلنا خلنا في شيء مختصر إنه شلون تقدر تربط هاي الجمل بعضها ببعض الآخر. طبعاً تقدر تربطها كلهم باستخدام العبارات البسيطة الآن والبات والبقية بس هذني تعطيك مميزات أفضل بالتعبير عن نفسك يعني you will be more accurate يعني راح تكون دقيق أكثر في وصف نفسك ووصف الحالة اللي قاعد تصير عندك. بالضبط بالضبط كل ما تستخدم ذني أكثر كل ما تعبر عن ها يلا بس أنا أقول لي جيد جيد بس أس نامكم ساعة اليوم إحنا أصلاً بدينا متأخرين although يعني هذا تدل على التناقض يعني الجمله الاولى بها فشيء معين يدل والجمله الثانيه راح تكون مناقضه لها. Although I studied hard I failed in the exam. رغم انني درست بشكل جدي الا انني فشلت بالامتحان. Although I walked fast I arrived late. اوكي يعني ها reached نعم. The word or conjunctions link the adverbial clause of the contrast تناقض يعني with the main sentence. هذه شغلتها انه هو تربط لك جملتين تكون بين النتيجه تتوقع معناتها الفعل مالتك تتوقع معناتها نتيجه بس النتيجه اجت مغايره او مخالفه لما تتوقعه يعني اكو تناقض بالموضوع. He is poor, he is happy. هو فقير بس هو سعيد. Although he is poor, he is happy. على الرغم من انه هو فقير ولكنه سعيد. اوكي؟ فهنا تلاحظ بانه اكو تناقض في الموضوع. طقنا بمثال حجي. although انا خل اسوي مثال وانتم مهمين بعدين واحد واحد. although it was raining the boy was still running. شيء تمطر بس هو بعد يركض. صالح حسين اخوي. ما هو وصل معه. اوكي. سؤال اكرم. Although I study hard, I failed the exam. The same example. اوكي. ست اعطينا مثال. قول لك هاي الجملة. اوكي. ترى ما هي سوي شيء. اللي هي. يعني although she is poor, she is happy. هاي غير متوقع يعني اذا الولد يجوز قنوع مثلا حتى اذا هو فقير يظل سعيد بس اذا بنيه فقيره لا صعبه جدا تكون سعيده لان هي تحب شوبينج دائما لازم يكون شوبينج عندها. اوكي عندك بعدها ايضا as وsoes as هذين نفسهم اللي هي مقارنه بين شيئين. نبيل is as clever as his father. نبيل هو ذكي بقدر ابوه ذكي مثل ابوه يعني ذكي بقدر ذكاء والده. As clever as نفس حكايتنا ما بيسع. As tall as clever as مقارنة بين شيئين متساويين. His sister is as beautiful as ever. Sami is not so strong as his brother. Sami مو كلش قوي مثل أخوه. Okay? Not so as. My brother
اي 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 ماي برادر ماي برادر ايتس از ماتش از مي يعني ياكل قدي. ايضا عندك هنا الاف وانليس واف نوت. اي اف وي ار ال وي جو تو بيد. اف وي ار ال وي جو تو بيد. اذا احنا مرضى ال سيك يعني مريض، بس ال يعني مريض بشده يعني مرض قوي، السيك يعني ممكن يقدر يقوم يمشي، بس ال لا يعني كلش يعني نايم بالفراش. سيك و ال هذه. اف وي ار ال وي جو تو بيد يعني اذا كنا مريضين راح ننام بالفراش، راح نذهب الى الفراش. طيب هذه يسمونها كونديشنال اف تايب 1. اف وي ورك هارد وي ويل سكسيد. اذا عملنا بجد راح ننجح. اف وي وركت هارد وي ويل سكسيد. هسه هاي بالماضي يسمونها كونديشن تايب 2. لو عملنا بجهد لنجحنا. لو يعني السبب والنتيجه هنا بالبدايه التايب 1 اللي هي للمستقبل او توقع، هذا لا يعني كانه توقع للماضي. يعني if we worked hard we would succeed. if he had fallen he would have hurt himself. لو سقط لآذى نفسه. if he had fallen يعني لو طايح، يعني اثنين يلعبون طوبة وواحد طق الثاني طق الطوبة، هذا يقول انه if he had fallen he would hurt himself يعني لو طايح أذى نفسه. he would have هذا لانه هو يعني he would have hurt hurt هذه هم واحدة من الافعال الشاذ irregular verbs. احنا هاي شو اسمه تصريف ثالث يعني هذا ال would have hurt شنو تذكرونه شنو هذا واحد قاوم من الازمان would ما مخنا would have hurt ايضا هو توقع يعني دكتور ما قعدنا هذا الزمن نعم لا ما الزمن نعم طبعا كتبه قدامه condition if type 3 هي لو كنت بعرف كذا سأكون قد حصلت على كذا. نعم سأكون مثلا كنا سنكون كذا زين كاد يعني يكون كذا. اي هو بالنهايه يعني نعم هي شروط احسن وش قاعد يقول لك هذا كان اف كونديشن يعني الاف الشرطيه بس مو الاف الشرطيه مال البرمجه لا الاف الشرطيه هنا مالتنا نعم فهي هم الاف الشرطيه نفسها اللي احنا نستخدمها بالبرمجه هنا هم موجوده باللغه الانجليزيه هم ما جابوها بالاصل هم جابوها من الانجليزي فهي اف اف هي هاد فولن هي وود هاف هيرت هيم سيلف يعني هو ما طاح وبالتالي هو ما اذى نفسه فانت قاعد تفترض نتيجه لسبب هو لم يتحقق فاثنيناتين يعني اذا اكو سبب صار نتيجه اذا السبب اصلا ما صار فالنتيجه ما صارت بس انت قاعد تسولف على سيناريو افتراضي ممتاز يعني لو مو سيناريو افتراضي ما تجي نعم 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 اي اي ذاك حقيقي صحيح unless the rain falls the crops will not grow ما لم يسقط المطر فان المحاصيل لن تنمو grow crops يعني محاصيل خضروات وفواكه crops grow تنمو يعني تكبر ما لم unless يعني the rain falls ما لم يسقط المطر لن تنمو المحاصيل فإن المحاصيل لن تنمو هذا أيضا وقت تستخدم يعني جمل ظرفية دالة على الحالة أو وجود ضر يعني شرط معين هذه as as not as أحمد drives as dangerously as his brother أحمد يقود بخطورة مثل أخوه ذي الساعة كنا هنا نخلي صفات احنا هسه قاعد نخلي dangerously يعني بخطورة هسه ظرف هذا يعني ظرف حال ايضا as not as دلالة على عدم تساوي حمد does not drive as dangerously as his brother حمد لا يقود بخطورة مثل اخوه فهنا ايضا as و not as المبني المعلوم فمن شلون هذا هو اللي راح يكون ان شاء الله مادتنا في المحاضرة القادمة وإذا ما في أي سؤال أو استفسار وما عندنا أي أحد ويانا يعني موجود أونلاين فنقدر نوقف